إذن كانت هذه نهاية الموسم السابع من برنامج نجوم العلوم اللي انتهى بتتويج المخترع الشاب يمان أبو جيب من سوريا، إلى جانب مشاورات لجنة التحكيم تمكن يمان من أن يحصد نتيجة 37.2%، أي ما يكفي للفوز بالجائزة الأولى والبالغة قيمتها 300,000 دولار أمريكي بفضل اختراعه الغسالة الشمسية. فعلا بارك أكيد ليمان هذا الفوز ويستحق. ونشير أيضا مشاهدينا إلى أن نجوم العلوم تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وأيضا تنمية المجتمع ويبث على قناة MBC 4. راح نتحدث أكثر عن أهمية هذا الاختراع وعن تقييم الابتكارات المشاركة في البرنامج. معنا البروفيسور هلال الأشول، هو المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. يسعد صباحك بروفيسور. يسعد صباحكم. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أحب أن أشكركم على استضافتي، وسعيد جدا أن أكون معكم ومع مشاهدي. صباح الخير يا عرب. واجب علينا. خبرنا أشي بروفيسور، البرنامج والمشاركات اللي كانت موجودة، نعرف أنه كل شخص شارك في هذا البرنامج كان معاه فريق، كان بيوجهه بالشكل الصحيح وكان بيساعده لحد ما وصل للمراحل النهائية ولحد ما تم تتويج واحد منهم. كيف شفت المشاركات بشكل عام؟ مثل ما توقعتوا؟ أقل من المتوقع؟ أفضل وتفاجأتوا؟ هي في بداية البرنامج نوعية المشاركات تفاوتت، يعني كانت متفاوتة جدا، ولكن إذا نظرنا إلى أغلبية المشاركات التي تأهلت إلى التصفيات الأخيرة فنجد أنها جميعها مميزة وتلبي احتياجات العصر وقابلة للتنفيذ والتسويق. جميل. إذا ما تم تطويرها في المراحل القادمة. طيب، يعني حضرتك بروفيسور أنت الآن يعني على رأس الهرم في هذه المؤسسة، ولكن أكيد ما بدأت حياتك شاب وأنت في هذا المكان. أنت حضرتك يعني بروفيسور معروف عالميا، أنت شخصيا كيف دخلت إلى هذا المجال؟ أنا بدأت حياتي طبعا في البداية، أحب أعرف أنا من اليمن أصلا. نعم. بدأت حياتي يعني في فترة الطفولة كنت أحلم أن أكون طيارا. وكان الهدف أن أتمكن يعني من السفر في جميع أنحاء العالم بدون أي تكلفة. عندما بدأت دراستي الجامعية كان هدفي أن أكون طبيبا، وكان الأغلبية لإرضاء الأهل. في خلال دراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة انضميت إلى كمتطوع في مختبر أحد الأساتذة في الجامعة، وهناك يعني أصبت بفيروس الأبحاث. حلو. يعني أصابني شغف، وفيك يعني ما يميز الأبحاث هي أنها تعطيك حرية الانطلاق والتفكير. صحيح. كما أنه مجال ديناميكي يعني يتغير بصفة يومية، يعني في كل مجال خلال أسبوع تصدر الآلاف من المنشورات من المعلومات الجديدة التي تتطلب منك أن تأخذها وتأخذها في عين الاعتبار لتكوين نظريات وافكاري. صح. افكاري. بس فيروس حميد هاي. الحمد لله. اكيد. ونتمنى يكون معدي. وفي الاخير هو المهم انه من خلال الابحاث لدينا والعمل في مجال الابحاث الامكانيه في التاثير في المجتمع بشكل اكبر في مجالات متعدده، منها بالاختراعات والاكتشافات كادويه وعلاج الامراض او في تاهيل الكوادر التي بإمكانها أن تقوم بها نفس العمل في المستقبل. نعم. بروفيسور، نشوف بعض شبابنا وبناتنا بيسافروا للخارج وبيدرسوا وبيتعلموا، بيكون عندهم نفس الشغف اللي موجود عندك، وبيحلموا كثير أنهم لما يرجعوا لبلدهم يستثمروا هذا الشغف والشهادات العليا اللي حصلوا عليها بالخارج، ولكنهم ينصدموا بأرض الواقع أنه ما في مكان، ما في مجال، ما في ثقة بالشغف اللي بداخلهم وين ممكن يوصلوا، فيضطر البعض يرجع يسافر للخارج. ونسمع عن أسماء كثير نجحت بالخارج بينما بوطنها على أرض وطنها للأسف ما كان لهم مكانة. كيف بالنسبة لك؟ هذه هي قصة كل شاب عربي غادر الوطن العربي، ويعني إن كانت نجاحات الشباب العربي والعلماء العرب في الخارج إنما تدل على شيء، فهي تدل على شيء واحد، وهي أن شبابنا الموجود في الوطن العربي لديه الإمكانيات ولديه القدرة ولديه المواهب ليبدع وينافس على مستوى عالمي. أما بالنسبة للعودة للوطن هذا كان حلم الجميع. للأسف تصل إلى مرحلة، ويعني بعد أنا بالنسبة لي بعد التخرج من الجامعة كنت أحب العودة إلى اليمن، ولكن تجد لا مجال. لاستيعاب قدراتك، ولا مجال يمكنك من أنك أن تنتج وتفيد المجتمع.
طبعا هذه يعني يعود إلى غياب الرؤية الواضحة لدى أغلب الدول العربية والاستقطاب والاستفادة من العقول العربية الموجودة في الخارج. نحن عندما نتكلم كانت الفكرة في الماضي أنه من أجل أن نستفيد من العقول وخبراتنا الموجودة في الخارج لابد أن تعود إلى الوطن. نحن اليوم نعيش في عالم مختلف، عالم متواصل عن طريق الإنترنت بكل الوسائل. صحيح. كي نصل من نيويورك إلى دبي 14 ساعة، يعني كي نصل من جنيف إلى قطر 5 ساعات. فليس من الضروري يعني أن نفكر بأن العقول هذه ما يعني بإمكاننا الاستفادة واستغلال الإمكانيات والقدرات العربية لدفع عملية التنمية والتطوير في الوطن العربي حتى ولو كانوا في الخارج. وهنا أحب أن ننوه يعني بالدور الذي تكون فيه مؤسسة قطر الفعال في استقطاب العقول العربية الشابة الموجودة في الوطن العربي من خلال احتوائها في المراكز التعليمية الموجودة في قطر، وأيضا استقطاب العقول العربية الناجحة للعودة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. جميل. أنت بروفيسور يعني أكبر دليل على نجاح هذه الرؤية تم استقطابك، وبالتالي بالربط ما بين رؤية المؤسسة في قطر وما بين برنامج نجوم العلوم، نلاحظ أن مثلا معهد قطر لبحوث الطب الحيوي عنده رغبة في التواصل مع هذا البرنامج من أجل يعني البحث أكثر عن موهوبين وتطوير الشباب العربي. هل هناك جهات أخرى أيضا؟ القطاع الخاص هل هو مشارك بشكل فعال؟ بالنسبة للمؤسسات والمراكز البحثية الموجودة في قطاع في مؤسسة قطر، فنحن نعمل ضمن خطة يعني شاملة ومترابطة، بحيث أن كل مؤسسة تحاول أن تلعب دورا فعال في نجاح المؤسسة الأخرى. استراتيجية تكاملية. استراتيجية تكاملية، وبرنامج نجوم العلوم هو أحد هذه المؤسسات، ويحتم يعني دورنا يحتم علينا نساهم في نجاحها. لكن من الشيء الآخر إننا يعني في قطر وفي دول الخليج بصفة عامة لدينا نقص في الكوادر المهنية التي تعمل في مجالات العلوم مثل الهندسة ومثل علوم الصحة مثل علوم الطاقة في مجالات الطاقة. ولذلك فنحن يعني في أحد الأهداف الاستراتيجية لدينا هي عملية كيفية استقطاب هذه الكوادر للعمل في هذه المجالات، ومن خلال نرى أن برنامج نجوم العرب يلعب دورا فعال في استقطاب الشباب وتشجيعهم إلى الاتجاه في هذه المجالات وفي الابتكار والإبداع فيها. حلو. أكيد إحنا نقدم تحية لهذا البرنامج نجوم العرب، ونتمنى فعلا أنه هو دائما يدعم الشباب في كل المجالات، وأيضا الكل يحس بهذه المسؤولية حتى الجهات الخاصة بعد البرنامج، يعني مش اللي ما فاز تضيع عليه الفرصة، لانه ما شاء الله عليهم عندهم مقومات ممكن يستثمر فيهم بشكل صحيح. يعني يحب لو سمحتوا لي ان انوه هنالك يعني دور الاعلام مهم في هذه في طبعا. تسليط الضوء على هذا الشباب العربي وذات الشباب المبدع، كما احب ان انوه ان هنالك دور فعال يجب ان يلعبه القطاع الخاص ورجال الاعمال. ينقصنا في الوطن العربي من رجال الاعمال والقطاع الخاص من يتبنون الشباب بالمعنى الحقيقي ومن يوجهون يد الدعم لهم لكي يعني يتمكنوا من إطلاق قدراتهم في الابتكار والإبداع. إن شاء الله. طبعا. هذه رسالة موجهة لهم بشكل مباشر سواء القطاع الخاص أو رجال الأعمال. يعطيك العافية البروفيسور هلال الأشول المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، شرفتنا.